ليه موضوع آخر الحقيقة بيشغل بال السوشيال ميديا، الفنان محمد رمضان وابنه اللي اعتدى على طفل في حمام سباحة في مدينة نيو جيزة في 6 أكتوبر. الحكاية أطفال كانت بتلعب مع بعضها، طفل خبط في التاني، ممكن يكون الأمر بيحصل، لكن تطور لخناقة ما بين الطفلين وشدوا مع بعض، وطفل تالت حاول يفرق ما بينهم وتفرقوا فعلا بعيد عن بعض، لكن واحد من الطفلين اللي اتخانقوا كان ابن الفنان محمد رمضان، وهو طبعا اتصل بوالده فيديو كول وقال له ان في حد بيضربني. دقايق كان وصل الفنان محمد رمضان للنادي وراح للطفل اللي كان بيحجز ويفرق ما بين الطفلين اللي بيتخانقوا واستناه قدام الحمام، وبعد ما الطفل خرج طلب محمد رمضان من ابنه ان هو يصفع الطفل على وشه، ضربه بالقلم قدام الناس، وطبعا كان في انهيار بقى، عيط واتصل بوالدته. والده الطفل اللي اتضرب طبعا ما سكتتش، ولما ابنها بلغها بده توجهت لقسم الشرطه وعملت محضر في محمد رمضان وابنه ان هم اعتدوا على طفلها واعتدوا عليه وضربوه بالقلم على وشه، وتم تحويل الموضوع للنيابه، واستدعت الفنان محمد رمضان للاستماع لاقواله في البلاغ المقدم ضده هو ونجله. النيابه النهارده استمعت لاقوال اسره الطفل المعتدى عليه بالضرب. المواقع الاخباريه اهتمت بخبر استدعاء محمد رمضان، فكتب النهارده موقع صدى البلد، كتب تحيات في النيابه، تطور مثير بازمه ابن محمد رمضان وزميله بنادي نيو جيزه. موقع اليوم السابع كمان قال ان جهات التحقيق بتستدعي محمد رمضان في واقعه تعدي ابنه على طفل في اكتوبر. تفاصيل اكتر هنعرفها عن الواقعه واخر ما توصلت له النيابه. بينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قطاع الحوادث بموقع اليوم السابع. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إيه اللي قاله النهاردة محمد رمضان ودفاعه في النيابة ردا على اتهامه هو ونجله بالتعدي على طفل؟ يعني دفاع محمد رمضان بيتكلم بفكرة إن دي خناقة أطفال، وإن الموضوع لا يتخطى لعب عيال بالمعنى الدارج يعني. أيوه. وإن الأولاد كانوا بيلعبوا في منطقة الألعاب وحصل ما بينهم مشادة تطولت إلى موضوع تلاسل ما بين الاثنين، وكانت اشتباكات خفيفة، وإن الموضوع انتهى عند هذا الحد. ودي الرواية الخاصة بأسرة ودفاع الفنان محمد رمضان، وهي رواية عكس تماما رواية يعني هم نفوا إن ابن محمد رمضان ضربه بالقلم في وجود محمد رمضان نفسه. هم بيتكلموا على فكرة إن الموضوع كله هو موضوع لعب عيال، وإن الموضوع يعني اشتباكات عيال صغيره وتلاسل، وكان حد يزق حد، والامر انتهى عند هذا الحد. الناحيه الثانيه اسره او دفاع الطفل بيتكلم لا، ان الموضوع تطور اكثر من فكره لعب الاولاد، وتطور الى اشتباكات، وتطور ان ابن الفنان محمد رمضان قفل باب الحمام على الولد الصغير، وان بعد ذلك استدعى والده، وبعد ما جاء والده صفعوا على وجهه في وجود والده، وان ده اثر نفسيا على الولد، وان الولد عنده حاله نفسيه سيئه، وبيطالبوا يعني باتخاذ اجراءات قانونيه وتصعيد. هل كان في تفريغ كاميرات في النادي رصدت المشكله يا استاذ محمود، ولا ما كانش في تفريغ كاميرات؟ لا، هو جهات التحقيق في مثل هذه الامور بتلجا الى كاميرات المراقبه، خاصه ان احنا عندنا روايتين مختلفتين تماما. روايه بتقول ان مفيش واقعه، روايه ثانيه بتقول لا في واقعه صفع، فاحنا قدام روايتين متناقضتين تماما. جهات التحقيق هنا بتلجا للفيصل لعده ادوات. احد هذه الادوات هي الكاميرات المراقبه، اللي عارف حضرتك دلوقتي مفيش شبر في مصر مفيش كاميرات مراقبه، سواء مؤسسات او هيئات، حتى في الشوارع كاميرات المراقبه، وده دور مهم جدا بترصد مثل هذه الوقائع. فجهات التحقيق لجأت لكاميرات المراقبه وطلع فعلا قرار، وتم التحفظ على كاميرات المراقبه، وبيجري حاليا يعني فحص هذه الكاميرات والمدد الزمنيه المحدده اللي حصل فيها الوقائع في عده اماكن، لان الوقائع زي ما قلت لحضرتك حصل يعني تشابك بين الطفلين عند منطقه الالعاب، بعد ذلك ذهبوا الى منطقه تطوروا راحوا لمنطقه ثانيه. طب هل في اتجاه للصلح يا استاذ محمود؟ هل ده اتطرح مثلا في الحديث النهارده، ولا ما كانش لسه في اي طرح لهذا الموضوع؟ يعني هو ما فيش حتى الان طرح فكره الصلح، لكن اعتقد الامور في النهايه قد تصل الى هذا الامر، وقد يتم يعني توجيه يعني تقريب وجهات النظر بين الطرفين واحتواء الامر، لكن حتى الان الامور تسير بشكل رسمي بحت، في استدعاء للطرفين، كل طرف قال اقواله، جهات التحقيق بتعمل شغلها يعني كما نص الكتاب، بتستدعي
تحريات المباحث وبتطلب سرعه تحريات المباحث للفصل الامر، كاميرات المراقبه هتحسن الامر بشكل كبير جدا، استماع الى اقوال شهود العيان والاشخاص اللي موجودين في الواقع واستدعاء المسؤولين في النادي، كل هذه الامور يعني هتخلي المعلومات اوضح او جهات التحقيق يتضح ليها الرؤيه. بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمود عبد الراضي الصحفي ورئيس قطاع الحوادث باليوم السابع، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم.